حبه نفنى دويلو في احمد بشني. لما جينا احمد بشني جاء مشينا تحوش ونحط الركاب عليه. طبعا عائله تعرف انت بروحك عائله لما تكون عائله ما تقدر تشبع فيهم. والله كلمه ما تعرف الصبر والله ما تزيد عليك البس والله كلمه عليك عندي القصه الصبر فاهمك كمل لك الكلام. جينا اول ما جينا وقت السياره طلع حط البشن جاء احمد بشني حط بشن السياره فهمت طلعوا ونسوي ضربوا معايا وركب واحد اقسم بجلال الله هذا ما زلت بس لابس جيتار ونطار تحت محلق ما شفت انا هو يس شكيب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. طلعنا من غالي اقسم بجلال الله هرب من ليبيا ولا كلمه بس يا سعد جاي حاطينهم سياره وطلعوا شباب زوز ثانيين ومعاهم راجل ركبوا في شو اسمه سياره ثانيه شو اسمه الشخص والله ورحمه ابوي ولا اعرفهم دون هذا في موضوع بس ايه تسمع فيها يا فندم سعد طلعنا من غير طول بورا من كان معنا معنا شوجي وابراهيم ازوم باهي ونصر الشتاوي جماعه مبكر جماعه مبكر حتى ما رفع الركاب جينا البورا طول ركاب منه ركاب منين؟ ركاب من عرب اللي يطلعوا عرب اللي يطلعوا هذا منين؟ تلاقينا فيه في الطيقه هذه باهي جينا البورا البورا الليبيه طلع بصبور نزل نزل علي طلع بصبور خدموية ل نزل علي ميري ايه علي ميري شو حصل نتيجة وحق لا إله إلا الله عند علي ميري تعملوا قالوا لنا بتعرف عبد مسعود خميس في المرة دي مسعود خميس وينه؟ مشى من هربة والله ما علي ميري ولا باهي كمل لك يا سعد استمر كمل لك قصة ايه كمل قصة باهي طلعنا مغالي وطول وين البوابة ليبيا خدمولة طالع ببصبور قسما بالله بصبور اخضر وختمولة ومشان البوابه الداريه نزلت من غير روح يا سعد وحق لا اله الا الله ورحمه ابويا في قبره باهي ما عرف جيس شاكر الا في الطريق قول والله خلي كلامك باق والله يا سعد قلت لك يا الله باهي ما تكلم معاك ما لا اسمعني